أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى ثاني نشرتنا الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. 4 غارات جوية على حي المدينة القديمة والمغار وسط درنا. المبعوث الأممي غسان سلامة يعلن تأييده لإجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري. رئيس مفوضية الانتخابات يؤكد أنه إذا أقر مجلس النواب قانون الاستفتاء فإجراء الاستفتاء يتطلب 3 أشهر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شنت المقاتلات الحربية التابعة لميليشيات الكرامة الخميس 4 غارات جوية استهدفت حي المدينة القديمة والمغار وسط درنا. أظهر تسجيل مصور بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حجم الدمار الذي لحق بحي المغار والمدينة القديمة جراء القصف الجوي والمدفعي المتواصل على المنطقة. ونفى مصدر من قوة حماية درنا انسحاب كامل أفراد القوة من الأحياء المسيطرة عليها، مؤكدا تواصل الاشتباكات مع ميليشيات الكرامة في تلك الأحياء. قال تقرير صادر عن لجنة الخبراء بالأمم المتحدة أن مجموعات مسلحة من منطقة دارفور في السودان تعزز وجودها في ليبيا لبناء قوتها العسكرية بمحاولة للعودة إلى السودان ومتابعة القتال. وبحسب التقرير السري الذي اطلعت عليه وكالة فرانس بريس، فقد أشار إلى أن جميع الجماعات المسلحة الرئيسية في دارفور موجودة في ليبيا، وقد انضم العديد منها إلى قوة خليفة حفتر. وأكد التقرير المكون من 53 صفحة الذي تم رفعه إلى مجلس الأمن هذا الشهر أن السودان مستمر بإرسال الأسلحة إلى دارفور لدعم حملته العسكرية هناك في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة على أن البعثة تؤيد فكرة الانتخابات لحل مشكلة الشرعية وازدواجية المؤسسات التنفيذية والتشريعية، مبينا خلال لقائه هو ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مع شخصيات سياسية في بنغازي أن إرادة الليبيين هي التي تقرر من تريد بشرط أن يسمح الوضع القانوني والأمني بذلك. شدد سلامة على ضرورة العمل وتعجيل عملية الإصلاحات النقدية والمالية والاقتصادية في ليبيا على حد قوله. وينضم إلي عبر الهاتف مشاهدينا الدكتور فرج دردور المحلل السياسي. دكتور أهلا وسهلا بك. مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. يتكرر دكتور الحديث حول أن الليبيين هم وحدهم من يقرر مصيرهم، بينما الأفعال على الأرض تشير إلى محاولة فرض أمر واقع بالنسبة للانتخابات، إما نهاية العام القادم أو منتصف العام، إما نهاية هذا العام عفوا أو منتصف العام القادم. حقيقة مسألة أن الليبيين يقررون لأنفسهم، أعتقد أن هذا الوضع وهذا الأمر يعني غير دقيق، والسبب حقيقة هو يرجع إلى حالة الانقسام، عدم الاتفاق أو حالة الانسداد السياسي وعدم وجود نضج سياسي في العملية السياسية الجديدة. وبالتالي الآن نحن صرنا بشكل مؤكد أننا نخضع لإرادة دولية، ويكفي أن هناك جولات كانت يعني كثيرة في هذا الصدد مكوكية بين كل دول العالم، يعني يتم فيها تقرير حول ليبيا في بعض الأحيان، حتى الليبيين لم يكون يعني موجودين في هذه الاجتماعات في الأماكن التي تدخل فيها قرارات. إذا نحن نتحدث عن قرار ليبيا، نتحدث عن قرار سميه دولي أممي، سميه مشاهد إقليمي،
تدخلات من هنا وهناك، وبالتالي هذا هو الوضع الصحيح اللي عليه ليبيا طبعا، وليس وضع سوي، ولكن هذا هو الوضع. طيب دكتور، ما هي حقيقة الجدل، أو ما هي الفائدة إن صح التعبير من الجدل حول موعد الانتخابات من نهاية هذا العام أو منتصف العام القادم، وموضوع الاستفتاء على الدستور لابد أن يسبق الانتخابات أو أن يأتي بعدها؟ لماذا كل هذا اللغط حول هذا الموضوع؟ أنا أعتقد أن المشكلة الأساسية في المجموعة المتحصنة في مقر البرلمان، المجموعة القليلة المتحصنة في مقر البرلمان بطبرق، استطاعت حقيقة أن تعطل وتماطل إصدار مشروع أو قانون الاستفتاء، وبالتالي المدة الأممية اللي حددها أو الخطة السيد غسان سلامة كانت محددة بزمن او بوعاء زمني محدد، يجب ان لا يتجاوز نهايه سنه 2018، وبالتالي يصير بهذه الحاله ان السيد غسان سلامه يتخذ خطوه الى الامام للقفز نحو والانتقال الى مرحله انتقاليه، بدلا من انتظار يعني قانون الدستور. حقيقة أنا لا أريد أن أتهم بأن الموضوع في مؤامرة، لأن في نهاية المطاف الإشكالية الليبية، وأن إذا اتفق الليبيون أنا لا أعتقد أن لغس سلامة ولا غيره يستطيع أن يفرضوا إرادة، ولكن هذا للأسف الشديد هناك عرقلة، هذه العرقلة أدت بما إلى نحن فيه. طيب هل ترى دكتور بأن الليبيين إذا اتفقوا كما قلت، أو إذا كان هناك اتفاق وتوافقوا على دستور أو توافقوا على انتخابات مباشرة لا فرق في هذا الأمر، هل تعتقد بأن حالة الجمود السياسي أو الركود الذي تعاني من الدولة قد ينتهي بالوصول إلى دستور؟ لا، هو الدستور حقيقة هو يعني يعني متطلب ضروري لاستقرار الدولة على الأقل نظريا، وتكون الآلية التي يفترض أن هي تخرجنا من هذا الوضع هي الانتخابات، أي بمعنى أن الانتخابات التي تخرجنا من هذه الأجسام السياسية جميعها مبنية على قاعدة دستورية صحيحة سليمة غير مرحلة انتقالية، وبالتالي بالتأكيد أن الاستقرار لن يكون فجأة، وإنما سوف يكون تدريجي إذا تحققت انتخابات، وأنا أعتقد أن المشوار أمامنا طويل لبناء دولة ديمقراطية حقيقية، لأن الإشكالية أعتقد في العقلية، أي بمعنى أن هناك كثير من السياسيين خصوصا لم يتدربوا على تداور السلطة، عملية تداور السلطة، ولا حتى الشعب حقيقة يتدرب على ثقافة الاختلاف. نحن اليوم جزء كثير على حقيقة على الرغم من المعاناة اللي عناها المواطن، ولكن للأسف الشديد تجد بعض منهم يصفون مع هذا الطرف وذاك الطرف، وهذا حقيقة يضغط أيضا عن في المشهد الليبي، وبالتالي يسبب لنا الكثير من الأزمات ويضع كثير من العراقيل في أو أمام الحل الحقيقي الذي يخرج البلاد من الأزمة ويخرج أو يعطي للمواطن أريحية في المعيشة اليومية على الأقل. الحقيقة الموجود هذا اللي هو ما هو موجود لدينا اليوم. طيب في سؤال أخير دكتور فرج، هل ترى بأن الطريق إلى الانتخابات نهاية هذا العام الطريق مفتوح وسنصل إلى انتخابات نهاية هذا العام؟ أعتقد المدة الزمنية بشكل دقيق غير مهمة في هذا الموضوع، لربما تتأخر قليلا لأن الموضوع يتعلق بالوضع اللوجستي والوضع الدعم المالي وما إلى ذلك، ولكن في نهاية المطاف الانتخابات لابد أن تتم، لا يوجد أمامنا إلا هذا الخيار للخروج من مأزق، لابد أن نصل الانتخابات. الحقيقة الشعب الليبي أن يفهم الآن خياراته أو يعني هي من ستؤدي به إلى الأفضل أو إلى ما مثل ما نحن فيه اليوم. نحن نعلم أن مجلس النواب يعني أغلبهم تقريبا أو كثيرا منهم لم يصل إلى مجلس النواب بحضور الناخب، وإنما وصل بغياب الناخب، أي بمعنى هناك مجموعات أو بعض الأعضاء وصلوا بسبعين ومئة صوت من أقاربه وأهله، لأن الناس قاطعت أو كثير من الشعب الليبي قاطع الانتخابات، وبالتالي نحن نتحدث عن
عن إمكانية هل هناك إرادة حقيقية للشعب الليبي للمشاركة في الانتخابات. هذا طبعا بد أن تسبقه عملية اقتصادية تحسن وضع المواطن، تعطيه الثقة، تحسن وضعه قليلا. إذا حصل هذا هذه الحلحلة الاقتصادية وهذا العلاج الاقتصادي أعتقد أن المواطن سوف يشارك. أما إذا ظل الوضع مثل ما هو، أعتقد أن المواطن الجوعان والمعتاز والذي يشكو من مشكلية كثيرة لا أعتقد بأنه سوف يشارك بفعالية في صناديق الاقتراع، وبالتالي نرجع أو نعود إلى المربع لابد مثل ما كنا سابقا. أشكرك جزيل الشكر الدكتور فرج دردور المحلل السياسي. هذا وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلمة قد وصل الأربعاء إلى مدينة بنغازي لبحث عدد من القضايا الخاصة بالمسار السياسي. أكد سلامة أن من بين مهام الزيارة افتتاح مكتب للبعثة في بنغازي الأسابيع القادمة، وسيتم تجهيزه بالكامل خلال أيام، بالإضافة إلى التباحث في ملفات نزع الألغام وإعادة الإعمار بالمدينة. قالت عضو هيئة صياغة الدستور نادي عمران إن كل الأجسام الموجودة على الساحة الآن منتهية الصلاحية قانونيا، لكن الواقع هو من فرضها. عمران أثناء استضافتها في برنامج حوار المساء أمس الأربعاء أكدت على وجود العديد من البدائل لمشروع الاستفتاء والتي لا تخالف بدورها الإعلان الدستوري، مؤكدة على أن هناك بدائل أخرى لدى الهيئة سيتم طرحها في وقتها المناسب. لماذا؟ لان احنا نقول ونأكد انه لا داعي لوجود قانون استفتاء، لان المفاصل الدستوريه الحاكمه للعمليه الاستفتائيه منصوص عليها في الاعلان الدستوري، انه هو التصويت ان يقوم بنعم او لا، والتصويت من ابتداء نحن، لكن هي من التجارب الدستوريه المقارنه من هذه البدائل ان يقوم المجلس الرئاسي مثلا باعتباره ممثل الان بالسلطه التنفيذيه بان يصدر قانون الاستفتاء بمرسوم، او ان تجتمع الهيئه في جلسه وتحيل القانون المشروع الدستور للمفوضيه العليا للانتخابات لمباشره طرحه للاستفتاء. لماذا؟ لان احنا نقول ونأكد انه لا داعي لوجود قانون استفتاء، لان المفاصل الدستوريه الحاكمه للعمليه الاستفتائيه منصوص عليها في الاعلان الدستوري، انه هو التصويت ان يكون بنعم او لا، والتصويت يكون او تمرير المشروع يكون بثلثي المقترعين من الاصوات الصحيحه من الشعب الليبي، وفي حاله تم رفض المشروع يعود الى الهيئه تنقحه وتعيده للعرض على طرحه على الاستفتاء لمده بعد مرور 30 يوم. فما الحاجة لوجود قانون استفتاء بهذه الطريقة؟ أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أنه في حال أقر مجلس النواب قانون الاستفتاء على مشروع الدستور فإن إجراء الاستفتاء يتطلب مدة لا تقل عن 3 أشهر. السايح في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط الأربعاء أشار إلى أنه في حال إقرار القانون فإن نتيجة التصويت على مشروع الدستور ستعلن في أواخر نوفمبر المقبل، مضيفا أن الدستور في حال إقراره يعطي السلطة التشريعية القائمة مدة 3 أشهر لإصدار التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، ومدة 8 أشهر للمفوضية لاستكمال الانتخابات المقررة بموجب الدستور الجديد للبلاد. هذا واعتبر السايح أن الحديث عن وجود تزوير في سجلات الناخبين قضية مفتعلة تستهدف تضليل الرأي العام. السايح في تصريحه لصحيفة الشرق الأوسط أكد أن مفوضية الانتخابات اتخذت من الإجراءات ما سيكفل نزاهة العملية الانتخابية ويلقيها من أي تلاعب قد تقوم به بعض الأطراف التي سوف تعمل جاهدة للنيل من استقرار ليبيا ومستقبل أبنائها حسب وصفه. قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أنهم وصلوا للخطوات النهائية لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا إنجاز أكثر من 98% في إطار تفعيل هذه الإصلاحات. المشري في تصريحات تلفزيونية الأربعاء نفى ما يشاع عن وجود عراقيل لهذه الإصلاحات، مشيرا إلى أن أهم خطط الإصلاحات هي محاولة القضاء على السوق الموازي للعملة الأجنبية. وأضاف المشري أن أكبر كارثة اقتصادية هي الاعتمادات الوهمية وتغول أصحابها، منوها إلى أن هناك مقاومة حقيقية لهذه الإصلاحات من قبل ما وصفهم بدواعش المال العام.
بحث رئيس الرئاسي المقترح فايز السراج مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ومحافظ مصر في ليبيا المركزية الصديق الكبير آخر ما وصلت إليه خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد المجتمعون على ضرورة أن تخفف هذه الإصلاحات من أعباء المواطن وتكبح جماح السوق الموازي أن تساهم في توفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة. أكد مدير مكتب محافظ مصر في ليبيا المركزي عبد اللطيف التونسي أن المسؤولين بالمصرف المركزي لديهم قناعة كاملة بأن سعر الصرف الحالي للدينار الليبي هو ليس سعرا حقيقيا وأن هذا السعر يجب أن يخضع إلى عملية التغيير والتعديل. قال التونسي في تصريحات إعلامية الأربعاء بأنه كانت هناك أمام المصرف المركزي ثلاثة خيارات رئيسية يمكن استخدام إحداها لتعديل قيمة الصرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية. أولها تتمثل في تعديل القيمة التعادلية للدينار الليبي مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة. أما البديل الثاني فكان فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي. والبديل الثالث تمثل في تطبيق السعر الخاص المعلن الذي تم تجربته سابقا خلال الفترة من سنة 99 لعام 2001. أعلن المصرف الليبي الخارجي رفضه لقرار إقالة مدير المصرف وأعضاء مجلس إدارته الذي أصدره محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الاثنين الماضي. المصرف في بيان له عبر موقعه الخميس أوضح أن قرار الكبير مخالف لصريح القانون وعدم اختصاص مصدره، مؤكدا أن جميع تعاملات المصرف الداخلية والخارجية تخضع للرقابة وتتابع بشكل مستمر من قبل ديوان المحاسبة. قالت نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز أن أحد الخبراء الدوليين بالعلوم الاقتصادية سيلتحق قريبا بالبعثة في ليبيا. أوضحت ستيفاني خلال اجتماعها مع وزير المالية المفوض بالحكومة المقترحة أسامة حماد أن البعثة ترغب في إتاحة الفرصة لهذا الخبير للتواصل مع اللجنة المعنية برسم السياسة المالية. يشار إلى أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة مردها إلى تعثرات في السياستين المالية والنقدية اللتين تؤولان إلى وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي. لا زالت مقترحات حزمة الإصلاح الاقتصادي متداولة بين المصرف المركزي والحكومة المقترحة مسعى غير مؤكد النتائج للتخلص من السوق الموازي التي خلقتها سياسات نقدية تبعها المركزي وأدت باقتصاديات البلاد إلى كثير من التدهور. صالح سلمة لديه المزيد. حمى عارمة من التصريحات حول مصير الإصلاحات الاقتصادية ما لبثت تتلاشى بعد موجة تسريبات وأنباء تتحدث عن قرب تنفيذها، بالإضافة إلى حديث عن قرب اكتمال التحضيرات لإطلاقها في مسعى غير مؤكد النتائج للتخلص من السوق الموازي التي خلقتها سياسات نقدية اتبعها المركزي وأدت باقتصاديات البلاد إلى مزيد من التدهور. حدة الخلافات والتكهنات والاستنتاجات والتوقعات حول مآل تلك الإصلاحات ضغط على المشهد الاقتصادي المتأزم ودفعت بالكثيرين إلى الاعتقاد بأن حزمة الإصلاحات المقترحة لن تجد طريقها للتنفيذ وسط تعقيدات الأوضاع السياسية الراهنة ومحاولة كل طرف التنصل من تبعات فشلها، خصوصاً مع حضور انعدام الثقة في ثبات موقف المصرف المركزي استناداً إلى أوضاع تاريخية سابقة وتوسع الخلافات حول الأطر القانونية المحددة لها. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة إلى تحميل المواطن مزيداً من الأعباء الإضافية في أجواء تحولت فيها المنظومة المصرفية وعلى رأسها المصرف المركزي إلى مجرد آلة صرف بائسة ومسؤولين لا يمتلكون شجاعة الاعتراف بالمسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية من ترد تقف شاهداً عليه صفوف المواطنين أمام المصارف ممن طغى على وجوههم علامات الهم والحزن وغلبة الدين وقهر الرجال.
أصدر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك كتابا موجها إلى وزير الاقتصاد والصناعة المفوض ناصر الحاسي بشأن ضرورة قيام وزارة الاقتصاد بالموافقة على التغطية لكافة الشركات الموردة للأضاحي. واشترط الديوان التحقق من التزام الشركة بالشروط الواردة بقرار المجلس الرئاسي المقترح ووزارة الاقتصاد والبيع بالسعر المحدد من قبل مراقبات الاقتصاد والالتزام بالبيع الإلكتروني أو الصكوك المصدقة. طلب مجلس أبو سليم البلدي بتشكيل لجنة تحقيق لكافة المسؤولين الذين تم تكليفهم بعملية توريد الأضاحي. حمل المجلس في بيان له الأربعاء الحكومة المقترحة والأجهزة التنفيذية التابعة لها ومصرف ليبيا المركزي المسؤولية الكاملة لعدم توريد الأضاحي بالكميات التي تلبي احتياجات السوق المحلي بالأسعار المناسبة للمواطنين. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد في 19 من مايو من العام الجاري أعلنت عن إطلاق منظومة إلكترونية تضم العديد من الشركات المتخصصة باستيراد المواشي، نصت على إعفاء المواشي من الرسوم والضرائب. هذه النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد فاصل. أهالي زوارة يطالبون وزير التعليم بإلغاء قرار حجب نتائج طلبة الثانوية بالبلدية. ليس عيبا أن نختلف ولا أن تتباين وجهات نظرنا، ما دام الأصل فينا الحفاظ على هذا الوطن دينا ووحدة وعدالة. ومهما استغل المتربصون الخلاف وسعوا لنشر غراب الفرقة بيننا، تبقى جهود الخيرين من أبناء الوطن تواصل الليل بالنهار لتعم المصالحة ربوعه. فرصة المراجعة لم تنتهي، وما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا. ولنا في التاريخ أجداد إسوة، فما جعلنا نتوحد أيام الاستقلال يجعلنا قادرين على توحد اليوم. مطلبنا مصالحة حقيقية تلم الشعب، ومبادرة تحقق العدل، واتفاق ينهي الفتنة، صلح يعيد الأمن والسلام. فليبيا تستحق البناء، وشعبنا يستحق المصالحة. أهلا بكم من جديد. أصدرت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية الثانية الأربعاء حكمها في قضية ما عرف بالسريع أبو سليم بدانة 99 شخصا من أصل 28 و100 معتقل على ذمة التحقيق. وقضت المحكمة بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق 45 متهما، الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات على 54 آخرين. بيّنت الدائرة أنه تم تبرئة 22 منهم والعفو عن واحد، فيما تم الفصل في قضية 3 آخرين في جلسات سابقة والفصل في دعوى 3 آخرين بسبب وفاتهم في السجن قبل صدور حكم بحقهم. وتعود القضية إلى حادثة إطلاق رصاص من قبل مسلحين تابعين لكتائب القذافي العناصر التوار بعد حصارهم تحت أحد جسور الطريق السريع في أواخر أغسطس 2011. من جانبها أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس عن قلقها حيال حكم الدائرة الجنائية
لمحكمة استئناف طرابلس فيما عرف بقضية الطريق السريع. البعثة على صفحتها الرسمية أوضحت أن الأمم المتحدة تعارض فرض عقوبات الإعدام من ناحية المبدأ، منوهة إلى أنها تسلم بالجهود التي تبذلها السلطة القضائية الليبية لمحاسبة من ارتكبوا جرائم خلال 11 و2000. يشار إلى أن الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس قضت الأربعاء بإعدام 45 متهما في قضية الطريق السريع وسجن 54 متهما 5 سنوات وتبرئة 22 آخرين. شكل المجلس الرئاسي المقترح الأربعاء لجنة لرعاية موسم الحج للعام الحالي، حيث نص القرار على تكليف لجنة من 4 أفراد تعنى برعاية أداء فريضة الحج لهذا العام. إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء عبر فيسبوك أوضحت تكليف عباس أبو بكر القاضي برئاسة اللجنة وبتكليف محمد الشريف نائبا له. قال المتحدث باسم البعثة الطبية للحج عبد القادر المصري إن حالات الوفاة قد ازدادت إلى 7 حالات إثر وفاة أحد الحجاج وفاة طبيعية. أضاف المصري في تصريح للتناصح الأربعاء أنه يوجد 5 حجاج يغسلون الكلى، خصص لهم طبيب ومرافق إداري من قبل البعثة، مشيرا إلى وجود 15 حالة من الحجاج داخل المستشفى بحالة صحية جيدة. ونوه المتحدث باسم البعثة إلى تواجد 5 سيارات إسعاف تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجيج الليبيين. أعلن المجلس البلدي وأعيان وأولياء طلب أمور طلبة الثانوية ببلدية زوارة رفضهم القرار الصادر عن وزير التعليم بحجب نتائج الثانوية بزوارة وإعادتها، مطالبين في بيان لهم الأربعاء اعتماد نتائج امتحانات الشهادة الثانوية بالمدينة أسوة بالمدن الأخرى. اعتماد نتائج امتحانات الدور الأول بشقيه العلمي والأدبي بمدينة زوارة وإعلان نتائج الامتحانات أسوة بالمدن الأخرى. ثالثا، إدانة السيد وزير التعليم وملاحقته قضائيا إذا لم يتم العدول عن قراره التعسفي. رابعا، الاعتذار الرسمي من السيد الوزير لطلبة وأهالي المدينة لما سببه هذا القرار التعسفي في حقهم من آثار نفسية واجتماعية. نظمت بلدية طرابلس المركز بالتعاون مع مكتب الإصحاح البيئي دورة تدريبية بعنوان مهام المفتش الصحي. البلدية عبر صفحتها الرسمية الأربعاء أوضحت بأن الدورة تناولت واجبات ومهام المفتش الصحي وآلية عمله، إضافة إلى كتابة التقارير والمخالفات، مشيرة إلى أن الدورة استمرت لمدة 2 يوم واستهدفت 40 متدربا من العناصر المؤهلة المتخصصة في مجال الإصحاح البيئي. أكد تقرير لوزارة الداخلية الإيطالية الخميس أن عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى إيطاليا قد تراجع بالتوازي مع انخفاض عدد المهربين الذين تم اعتقالهم. الوزارة الإيطالية بحسب وكالة آكي أشارت إلى أن 65% من المهاجرين الذين رسوا على السواحل الإيطالية خلال عام وصلوا على وجه الخصوص من ليبيا، والباقي من تونس والجزائر ومصر وتركيا واليونان والجبل الأسود. أدانت المؤسسة الوطنية للنفط اقتحام مقر تابع للشركة من قبل مسلحين تابعين للأمن المركزي طرابلس. أشارت المؤسسة في بيان أو في بيانها الخميس لأن المجموعة المسلحة طلبت باختار رئيس لجنة الإدارة بالشركة عماد بن كورة عدم الدخول إلى مكتبه إلا بعد مراجعتهم، محملة المسؤولية القانونية لكل من يقف خلف هذه الأعمال، مستنكرة هذا التصرف وابتزاز الموظفين بهذه الطريقة المشينة بحسب البيان. قبل الختام مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. 4 غارات جوية على حي المدينة القديمة والمغار وسط درنا. المبعوث
الملف الأممي غسان سلامة يعلن تأييده لإجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري. رئيس مفوضية الانتخابات يؤكد أنه إذا قرر مجلس النواب قانون الاستفتاء فإجراء الاستفتاء يتطلب 3 أشهر. أهالي زوارة يطالبون وزير التعليم بإلغاء قرار الحجب بنتائج الطلبة الثانوية بالبلدية. شكرا مشاهدينا على حسن وطيب المتابعة، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى. استودعكم الله والسلام عليكم.